السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس البهجة اكاديمي. اذا درسنا اليوم متعلق بالفرق ما بين الكلاس والاي دي. اول حاجه غادي نديروها غادي نكرييو واحد ديف وغنعطيوها واحد الاي دي. اذا الاي دي كيعني لنا ايدنتيفاير. شنو هي ايدنتيفاير؟ هي لينونتيفيون بالفرنسي، ولا شي حاجه كتعرف ليا واحد ليليمون وسط من دوكيمون اتش تي ام ال. نتوما عارفين ان الصفحه ديال الاتش تي ام ال ديالكم فيها بزاف ديال لي زيليمون، بزاف ديال لي باليز، بزاف ديال التكس ممكن انكم تكتبوه، ولكن كل باليز ممكن انني نعطيها واحد الاي دي كيعرفها. هذاك الاي دي شنو ممكن انني نديرو وسط من البادي؟ ممكن انني نديرو اي دي ونكتبو مثلا بحال هكا مين. دونك هاد ديف ولا المعرف ديالها سميتو مين، الايدنتيفاير ديالها سميتو مين. دونك نجيو هنا ونكتبو ايدونتيفيون. ايدونتيفيون هو المين. الا صوبتي واحد الاي دي وسميتيه ما بقاش عندك الحق في هذا الدوكيومون هذا، في هذه الصفحه هذه، تعاود نفس هذا الاسم هذا تعطيه كاي دي. ممكن تعاود تعطيه ككلاس، ولكن ما عندكش حق تعطيه كاي دي. واخا ما كنصحش انكم نفس الاسم ديروه اي دي وديروه كلاس، من الاحسن تفاداوها، غادي تلفوا. دونك هنا هذا عندنا اي دي، غادي نمشيو لديف واحده اخرى ونقدر نعطيها مثلا واحد الكلاس نسميها article مثلا، وغادي نونغوجيستري. دابا عندي جوج ديال لي ديف، وحده عرفتها بالاي دي وحده عرفتها بالكلاس. ملي كنمشيو للكلاس كنلقاو ان العكس ديال الاي دي، كتعرف لينا حتى هي شي حاجه، ولكن كتعطينا الحق اننا نستعملو هاد الكلاس بزاف ديال المرات. ممكن انني نعاود ندير ايليمون اخر عنده نفس الاسم، وهذا الشيء اللي غادي نشوفه من بعد ما نديرو لو ستيل. دونك اول حاجه غادي نمشي ونعيط على المين. بما ان المين عباره على اي دي ما كنعيطوش عليها بوان، حيت بوان خاصه بلي كلاس، وانما كنعيطو عليها بدياز. دياز هي اللي كنعيطو بها على الاي دي. ونكتبو مين، غادي ندير بحال هكذا ونكتب مثلا نديرو color gray. نخليو هاد التمرين سامبل color gray. دونك هنا ديجا كاتبين ايدونتيفيون، نجيو هنا ونديرو class ونسميه مثلا article. غادي نرجعو لهنا، غتلاحظو ان ايدونتيفيون تبدل الكولور ديالو. نمشيو لا كلاس بوان ونعيط على ارتيكل، وغادي ندير بحال هكذا ونكتب كالر، ندير مثلا بلو انغوجيستري. دونك هنا عطاني كالر بلو وهنا عطاني غراي. اي واحد اي ديف اخرى كرييتها كيف قلنا ما يمكنش ليا نعطيها اي دي سميتو مين. نقدر نعطيها اي دي اخر، ولكن ما نقدرش نعطيها اي دي سميتو مين. بمعنى خصني نجي هنا وندير اي دي ايغال، نقدر نسمي مثلا مين جوج، نقدر نبدل كاع الاسم مره واحده ونسميه مثلا بادي تكست. المهم انه تكون الاسم مختلف. دابا واش الا كان الاسم مختلف دونك خصني نرجع باش نعطيه حتى هو الكري هاد البلاصه هادي، خصني نرجع لو ستيل ونعاود نتكلم على بادي تكست ونقول ليه ان بغيت الكالر ديالو غراي. دونك خصني عاود نطابي هنايا، وكيبدا بشويه بشويه كيبدا يعمر ليا السي اس اس. بينما افترضوا معايا لو انني هاد التكست هذا بغيتو زرق، ما نحتاجش انني نعاود نكريي واحد الستيل جديد ونقول ليه بغيت الكولور ديالي يكون زرق. لا، ممكن انني نعيط على لا كلاس اللي ديجا انا مصوبها اللي سميتها ارتيكل، وهاد ارتيكل اش كدير؟ كترجع ليا الكولور ديال التكست بالزرق. دونك ممكن نجي هنا ونقول ليه هذا حتى هو ارتيكل. اشنو كيفهم لاش تي ام ال؟ ان لو ستيل اللي طبقنا على هاد ديف خصو يطبق على هادي، حيت بجوجهم كيتشاركوا في الاسم ارتيكل. دونك هاد لو ستيل اللي كاين عندنا هنا ديال ارتيكل اللي هو كالر بلو غادي تطبق على
هاد الديف وعلى هاد الديف. دونك هنايا شكون اللي خلانا اننا نبارطاجيو هذاك لو ستيل؟ كيف قلنا هو لا كلاس اللي سميتها ارتيكل. نكتبو هنايا كلاس تا هي ارتيكل، ولكن اي دي كيفاش درنا؟ درنا بادي، بادي تكست، نكتبو على هادي اي دي مين انريجستري. لاحظتوا شنو واقع هنا؟ دونك هادو حيت عندهم نفس الكلاس اللي هي ارتيكل بجوجهم ولاو بالزرق. دونك ممكن انني نبارطاجي بهذا المعنى، ممكن انني نبارطاجي واحد الستيل من ديف لديف الا استعملت ليهم نفس لا كلاس، بينما ما يمكنش نبارطاجي لو ستيل ديال واحد الاي دي. دونك هنايا الاي دي قلنا كيكون واحد ما كيتعاودش، وهادشي اللي غتلقاو في الشرح. Defines a unique identifier which must be unique in the whole document. الدوكيمون كامل خصو يكون فيه الاي دي يونيك. يونيك its purpose is to identify the element when linking using fragment identifier scripting or styling with css. دونك الا بغيتو تستعملو الاي دي حيت كاين اللي غيقول لي بلاتي انا ندير واحد القضيه، انا نديبليكيو هادشي هذا ونشوفو واش هادشي كتقول صحيح. دونك الا خديتي ديف واحده اخرى وعطيتيها الاي دي ودرتيها مثلا هادي ايدونتيفيون 2 ولكن عندهم نفس الاي دي، راه ما غاديش يوقع لك مشكل في لاش تي ام ال، غادي يخدم وغادي بارطاج الستيل. يوقع لك مشكل في لي لونغاج ديال سكريبتين بحال الجافا سكريبت. كاين واحد الفونكسيون سميتها جيت اليمنت باي اي دي. جيت اليمنت باي اي دي كتسينك انك ترجع ليها اليمون واحد ماشي بزاف ديال لي زيليمون، حيت كتوقع ان الاي دي يكون واحد ماشي يكون بارطاجي مع بزاف ديال لي زيليمون وسط من نفس لا باج. عكس get element by class اللي ممكن تستعملوها هنا، وغتلاحظوها هنايا document.get element by class. هادشي كنتكلمو كيف قلنا على جافا سكريبت. هادي كتقبل لك انك ترجع ليها اكثر من element واحد، انك تتكلم ليها على اكثر من element واحد وسط من نفس الباج. دونك خلاصة هادشي كاملو باش ما تلفوش، اي دي صوبتيه مبقيتيش تعاود تسمي شي واحد اخر نفس السمية، صافي سالينا سمية واحدة. بينما الكلاس ممكن انك تبارطاجيها تصاوبها وتعاود تعطيها لواحد اخر وتعطيها لواحد اخر. فين كينفعنا هادشي هذا؟ فين كاينه الفائده ديالو؟ خذوا معايا التصويره هادي اللي شفرناها من فيكتور ستوك، شفرناها شارجيناها. دونك هنايا غادي نديرو زوم، اتلاحظوا انه الا كنت كنصاوب في هاد السيت اشنو غيبان ليا؟ ان هادي هاد البلاصه هادي ما معاوداش في السيت بحالها. دونك هاد البلاصه بحال نقدروا نقولوا انها اينيك. دونك ممكن نعطيها اي دي. المنيو في هاد الباج كلها عندي منيو وحده اللي بهذا الشكل، دونك ممكن نعطيها الاسم ديال اي دي. الفيديو كاين عندي فيديو واحد نفس القضيه، ولكن لاحظوا هاد البلاصه هادي هاد الشكل نفس الشيء كاين هنا بحالو تاني معاود هنا. دونك علاش غادي ندير هاد الستيل هذا ونعاود ندخل سي اس اس ونعاود نفس لو ستيل نعاود نكتبو نطابيه غير بسميه اخرى، ونفس لو ستيل نطابيه بسميه اخرى. دونك شنو كنديرو؟ كنسميو مثلا هذا نعطيه واحد الكلاس نقدروا نسميوه ارتيكل، وهاد ارتيكل كدير ليه ستيل ديالو مره وحده، وكتمشي لي ديف الاخرين وكتعطيهم الاسم ديال ارتيكل. دونك غياخذوا نفس لو ستيل، وانت تهنيتي من هاد السطور اللي كانوا زايدين. الى الهبطي لتحت ثاني غتلقى ان هذا ممكن ديرو اي دي، ممكن هاد البلاصه ديرها تي اي دي، ولكن الى جيتي هنا هذا خصو يكون كلاس. علاش؟ باش تخدم تاني مره واحده ما تبقاش تعاود عليك الخدمه. الا درتي هاد البلاصه هادي كافي انك تكوبي نفس لو ستيل ديالها تعطيه لهادي وتعطيه لهادي، ونفس القضيه هنا وهنا وهنا. دونك هاد الا عرفتي كيفاش تتعامل مع الكلاس ومع الاي دي كتنقص على راسك الخدمه بهذا المعنى. وحتى السيت ويب ديالك يكون منظم، حيت ممكن انك تحتاج واحد الكلاس اللي غير كتسونطري لنا التكست. دونك ممكن انك كل مره استعملتيها تعيط على هذيك كلاس مثلا تسميها سنتر، تولي تقول غير سنتر ككلاس يولي لو تيكست سونترا. غادي نمشيو لهذا الشيء اون ديتاي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، وغادي نستعملوه وغادي نشوفو كيفاش نطبقو بليزيور كلاس على نفس ليليمون. شكرا للتتبع ديالكم، نشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.